بعض المعلومات المهمة من سافرون موسكو لغرض السياحة. أولاً شلون توصلون إلى موسكو؟ أكو طيران مباشر على خطوط الجوية العراقية من مطار بغداد إلى مطار موسكو مباشرة. ورحلتين بالأسبوع، واحدة يوم الثلاثاء وواحدة يوم السبت. وقت الطيران تقريباً من 4.5 ساعات إلى 5 ساعات. ثاني معلومة لازم تعرفوها إنه الروس عملتهم هي الروبل، وكل 100 دولار تساوي 7200 روبل حسب تاريخ هذا الفيديو. روسيا لا هي رخيصة ولا هي غالية. يعني حطيكم مثال بسيط، إذا أجيت وردت تحجز ورحت استعجلت وحجزت الفندق، ممكن الليلة تطلع عليك ب 100 دولار، ممكن 50 دولار، ممكن 70 دولار باليوم الواحد. أما أنا هذا الهوستل اللي قاعد به غرفة مشكنمة صغيرة حلوة، مكان بسنتر المدينة وبها الملحقات مالتها ويها وجبة فطور صباحية طبعا، كل هذا 24 دولار لليوم الواحد فقط. فأنت مخير. يعني مثلا هاي الموطة اللي قدامكم سعرها 200 روبل، بنفس هذا السعر ال 200 روبل شريت لفة شاورما دجاج كل شيء بداخلها وتشبع وتعتبر وجبة كاملة. خلونا نحكي على وسائل النقل. وسائل النقل بروسيا كل هواي، عندك المترو، الترام، الباصات، وعندك التاكسيات. اكيد ما انصح بالتاكسيات لان راح تكون مكلفه عليك. اذا شفت الموضوع صعب وتتعاجز وتريد الا تاخذ تاكسي، فانصحك لازم اول شغله تسويها تنصب برنامج ياندكس. نصب هذا البرنامج وتطلب التاكسي اللي تريده يجيك للمكان انت تريده ويوديك للمكان اللي انت تريده. اغلب الاماكن السياحيه الموجوده داخل موسكو هي عباره عن متاحف، حدائق عامه، اماكن اثريه وتاريخيه. وبالاضافه اهم معلم لازم تروح له الساحه الحمراء ومبنى الكرملين. تقريبا 99 الى 95% من الناس هنا ما يحكون انجليزي. شويه راح تعاني، لكن بشكل عام الناس زينين ودودين، راح يحاولون يساعدونك بلغه الاشاره وباي شيء ممكن. المهم انت خليك على اتصال بالنت، اي شيء تحتاج منه تقدر ترجمه وتفتهم انت وين تروح وين تجي. الاخير انصح انه تجي سياحه الى موسكو، حسب رايي جدا انصح. دينه حلوه، اذا انت تحب هاي المباني الفخمه والحلوه والتاريخيه والطراز الاوروبي، اكيد موسكو هو افضل خيار تجي الى للسياحه. تجون على موسكو للسياحه؟ لا بعد.